الله بسنة رابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في المحاضرة الأولى، علاج طبيعي أمراض نساء وتوليد. من البديهي جدا في مثل هذا الكورس أنه نبتدي باللي هو اللي هي فترات الحمل أو مراحل الحمل، وأول حاجة لازم بدنا نعرفها ونتعرف عليها ما هو الحمل. الحمل هو اللي بيمتد من 40 أسبوع منذ الإخصاب حتى الولادة، واللي بنقسم إلى ثلاثة اللي هي مراحل، وكل مرحلة لها مميزاتها. يعني بمعنى إنه البريجنانسي which span 40 weeks from conception to delivery is divided into three trimesters with characteristic changes during each. يعني بيمتد 40 أسبوع من الإخصاب حتى الولادة، وبنقسم إلى ثلاث مراحل، كل مرحلة لها تغيرات خاصة بها. All the pregnancy typically last 40 weeks. The range of 38 to 42 weeks is considered full term. الرغم انه فترة الحمل تستمر لأربعين اسبوع، الا انه اللي هي تعتبر 38 لـ42 اسبوع تعتبر اللي هي full term، يعني حمل كامل. حمل كامل. نتعرف حاليا على اللي هي الثلاثة تريمستر والتغيرات فيها. الفيرست تريمستر ايه التشينج اللي بتكون موجوده فيها؟ التشينج ديورينج ذا فيرست تريمستر اللي بيمتد من 0 اسبوع الى 12 اسبوع. ديورينج ذا فيرست تريمستر 3 شهور الاولانيين بيمتد من 0 الى 12، له التغيرات او يوجد فيه التغيرات الاتيه. نمره 1، the implantation of the fertilized ovum in the uterus occur 7 to 10 days after fertilization. يعني العملية اللي هي الحمل بتبتدي بزراعة زراعة البويضة المخصبة في اللي هو السبع أيام أو خلال السبع إلى عشر أيام بعد عملية اللي هي الإخصاب. بيحصل بعد الإخصاب عملية الزرع اللي هي البويضة المخصبة في اللي هي الرحم في اليوترس. هذه التغير الأول. التغير الثاني، الست الأم بيحصل معها تغيرات. The mother is very fatigued. تكون تعبانة كتير. We urinate more frequently وبتروح على الحمام كتير. ايضا الست كمان بيكون معاها اللي هي نوزيا غثيان، وايضا كمان اللي هي vomiting المراجعة او morning sickness اللي هو الغثيان الصباحي. ايضا كمان الست بالاضافة للشكاوي بتاعتها هذه، ايضا كمان بتدي يتغير عليها شوية حاجات على جسمها زي اللي هي البريست سايز مي انكريز. وايضا كمان هناك اللي هي بيصير زيادة وزن بس بسيطة نوعا ما، ريلاتيفلي ذير از ريلاتيفلي سمول ويت جين. تقريبا بزيد وزن الست من اللي هي 0 الى 1455 جرام تقريبا، يعني حوالي 0 الى 1 باوند، وهذا يعتبر نورمال. ايضا كمان الست بيحصلها شويه تغيرات في العاطفه بتاعتها، ايموشنال تشينج، يعني ممكن تكون عصبيه، ايموشنال تشينج مي اوكر. وفي نهايه اللي هي الثلاث شهور الاولى، باي ذا اند اوف ذا 12 ويكس ذا فيتوس طول بتاعه من 6 ل 7 سنتي لونج، بيصبح طوله من 6 الى 7 سنتي، بيصبح عنده طول من 6 الى 7 سنتي، ووزنه تقريبا 20 جرام، ويت ابروكسيميت 20 جرام. The fetus now can kick. الجنين حاليا ممكن يرفس او يضرب ويرفس برجليه.
و turn its head، بلف اللي هو راسه، و swallow بيبلع، وأيضا كمان عنده اللي هي beating heart يعني قلب بينبض. But these movements are not yet felt by mother، يعني كل الحركات هذه لسه الأم لا تستطيع أن تشعر بها، لا الكيك ولا اللي هي turn its head ولا السولو ولا الهارت بيت تستطيع أن الأم تحس بهم. هاي اللي هي التغيرات السبعة في اللي هي الثلاث شهور الأولى، 3 trimesters. طيب بعد هيك حنلاقي أنه في اللي هي السكند تريمستر، ثلاث شهور التانيين فيما بعد أيضا لهم تغيرات. هاي التغيرات طبعا في اللي هي إيش، ثلاث شهور التانيين during the second trimester اللي هي بيمتد من 13 أسبوع 13 weeks to 26 اللي هي weeks، بيحصل التغيرات الآتية. أول حاجة الحمل هذا بيصبح مرئي للجميع أو للآخرين، the pregnancy become visible to others، يعني بيصبح اللي هو مرئي للناس الآخرين حوالين اللي هي الأم الحامل. هذه نمرة واحد، يعني بيصبح لها بطن الكل بيشوفه. نمرة اثنين، the mother begin with feel movement at around 20 weeks، الأم تبتدي تشعر بحركة الجنين في الأسبوع العشرين. طبعا الأول ما كانتش في الثلاث شهور تشعر ب اللي هي الحركة، لا الكيك ولا التيرن ذا هيد ولا السولو ولا الهارت بيت، بينما حاليا الست بالثلاث شهور التانيين بتبتدي في الأسبوع العشرين بتبتدي تشعر. أيضا كمان التغير الثالث، الست اللي كان عندها نوزيا وفوميت وفتيك أصبحت الآن تشعر بأنها صحتها جيدة. Most women now feel very good، بحسوا أن صحتهم كويسة. النوزة، الغثيان والفتيك have usually disappeared، بالغالب وبالعادة بيختفي. طيب نيجي نشوف إيش اللي بيحصل للجنين. By the end of the second trimester، بنهاية الثلاث شهور التانيين، الفتيك الفيتس بيصبح طوله بدل ما كان من ستة إلى سبعة، اليوم بيصبح اللي هو الطول بتاع اللي هي الفيتس من 19 إلى 23 سنتي الطول بتاعه، والوزن بتاعه بدل ما كان 20 جرام أصبح اليوم وزن الجنين approximately weight approximately 600 جرام، 600 جرام يعني 1 إلى 2 pounds. سادسا برضو اللي هو بيبتدي تغيرات جديدة على الجنين، بنشعر انه اللي هو الفيتس ناو، فيتس ناو has eyebrow eyelashes and fingernail، الجنين حاليا عنده اللي هي حواجب، حاجبين eyebrows، وعنده رموش في عينيه، وعنده اللي هي اظافر اللي هو الاصبع بتاعه، اظافر اللي هي اصابع. هاي هيك بستة تغيرات اللي هي بتصير في اللي هي الثلاث شهور التانيين. الثلاث شهور الثالثين third trimester أيضا هناك تغيرات، طبعا الشهور الثلاثة الأخيرة، وطبعا مع اللي هي نهاية أو مع اللي هي الأسبوع 27 لغاية اللي هو الأسبوع 40 بنلاحظ التغيرات الآتية. التغير الأول طبعا الست حاليا يعني الرحم بتاعها now very large، يعني الرحم حاليا أصبح كبير جدا لأنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة، و has irregular contraction وانقباضات للرحم اللي هي منتظمة. All of these may be felt only occasionally، يعني انقباضة الرحم هذه بتشعر بها الست أحيانا فقط، أحيانا مش دايما، أحيانا بتشعر بانقباضات الرحم. هذه اللي هو التغير اللي هي الأول في الثلاث شهور الثانية.
بعد هيك بنلاقي الست اللي هي بدأت تشعر بمشاكل أو تعاني من مشاكل جديدة common complaint. إيش هذه الشكوى بتاعتها العامة during the third trimester؟ أول حاجة إنها بتبتدي من تاني يصير عندها frequent urination، تبول اللي هو متكرر، وعندها نتيجة اللي هي زيادة الوزن بيبتدي معها back pain، وزيادة الوزن هيسبب ليها كمان ليج اديما التورمات في الرجلين، وبتصبح الست كمان فتيك تعبانة، وايضا الست بنلاقي اللي هي كمان عندها في الحوض بتاعها الم راوند ليجامنت بين ان ذا بيلفيس، راوند ليجامنت بين يعني الم في اللي هو الحوض بحيط بالحوض بتاع الست الحامل، وطبعا هو احدى اللي هي اسباب الام الظهر والتعب. ايضا الست مع زيادة الوزن بتاعها تشعر بشورتنس اوف بريث، يعني اللي هو قصر النفس، مش قادر تنفس طبعا نتيجة انه اللي هو الجنين او الرحم كبر وبدأ يضغط على اللي هي الديافراغم او التشيست بتاعها، والست طبعا بتكسل اللي هي الامعاء بتاعتها وبتصبح معاها اللي هي كونستيبيشن. اذا هنا هوت الكومن كومبلينت during the third semester: frequent urination, back pain, leg edema, fatigue, round ligament pain, shortness of breath and constipation. التغير الثالث والاخير بنهاية اللي هي او مع قرب موعد الولادة by the time of birth، البيبي هيبقى الطول بتاعه اللي هو من 33 ل 39 سنتي. في اللي هي الفيرست تريمستر كان من اللي هي 6 ل 7 سنتي، وفي السكند تريمستر صار من 19 ل 27 سنتي. اليوم اصبح اللي هو الطول بتاعه من 33 ل 39 سنتي، يعني حوالي 16 ل 19 انش. والوزن بتاعه اللي كان اللي هو 20 جرام في الفيرست تريمستر والسكند تريمستر اصبح 600 جرام. اليوم اللي هو الويت اند ويل ويت ابروكسيميتلي اللي هي 3400 3400 جرامز، يعني حوالي 7 باوند، وهذا طبعا الرينج هذا من 5 الى 10 باوند يعتبر اللي هو هذا اللي هو طبيعي. هدول هما اللي هي المراحل الثلاثة اللي بيحصل فيها التغيرات او التغيرات في المراحل الثلاثة اللي هي الفيرست تريمستر والسكند تريمستر والثيرد تريمستر. وطبعا احنا في الامتحانات يعني كبداية بنبقى نجيب في اللي هي البريجنانسي اسئلة بحيث انه يصير ان شاء الله فيها تركيز وفهم زيادة. ربنا يوفقكم جميعا ان شاء الله، وتكون المحاضرات ان شاء الله علاج طبيعي امراض النساء والولاده ان شاء الله مفهومه. ارجو التركيز والحفظ اول باول، ربنا يوفقكم سنه رابعه وتتخرجوا على خير ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدكتور محمد السلطان.